اصنع ما شئت، لكن لن أنساه، لن أنساه، وسأظل أفضله، وسأظل أرى بأنه الأمتع والأفضل، وسأظل أحبه ولا أقارنه بأحد. يا سلام عليك يا فيتوري، عالمية منك يا فيتوري، الله يبارك. للمعداني في البعيدة، فوزي جميلة عيني يا فوزي جميلة. فقط المدرب المساعد ونجم الأهلي الكبير ونسخير محمد المجدوب اللي يتحصل على فرصة ثمينة ويتواخذ بكرة داخل منطقة 18 ياردة. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. Ravenol, the lifeblood of your car. فريق البوليس الشرطة، حكاية الفريق العريق الذي تألق بالدوري الليبي وقدم للملاعب نجوما لامعة من بينهم 4 حراس مرمى دوليين وانفرد بالرقم القياسي في إحراز الأهداف. تأسس نادي اتحاد الشرطة عام 1957 وكان ناديا خاصا لطلبة كلية الشرطة بطرابلس، ثم انضم للفريق بعض من لاعبي أندية طرابلس وضم أول فريق لكرة القدم بالنادي كلا من عامر السرتاوي حارس المرمى الشهير وسعد معتوق وعبد الحميد العروسي وسعد قمر الحكم الدولي الشهير وادريس بالخير واحمد بالخير وعلي المصراتي وعلي الفيل وعبيد الرياني وعلي بريش وعبد السلام العروسي وجمعة قروم ومحمد الصديق شوهدي ومحمد خلف واحمد الضبع وعبد السلام الدوس. وشارك الفريق لأول مرة في بطولة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 58-59 و900 و1000، وفي عام 1962 تولى المرحوم الصادق كروات رئاسة النادي، حيث شهد الفريق خلال هذه المرحلة انطلاقة حقيقية بعد أن التحق بالفريق عددا من نجوم الكرة بأندية طرابلس، وكان أشبه بالفريق المحترف حيث كان الفريق من أكثر لاعبي ليبيا تفرغا لممارسة كرة القدم، كما تولى رئاسة النادي فيما بعد المرحوم سالم تكتيك لمدة 4 سنوات من عام 70 وحتى عام 1974، يليه المرحوم فتحي نديم الذي ارتبط اسمه الشرطة باسمه سنوات طويلة حتى قبل رحيله. برز الفريق في ملاعب الدوري الليبي الممتاز خلال مواسم الستينيات، كما برز الفريق في دوري ليبيا العام في عامه وموسمه الأول وهو دوري المملكة موسم 68-69 و900 و1000، الذي يقام لأول مرة على مستوى ليبيا، الذي أقيم بمشاركة 12 فريقا بعد مشاركته في دوري المحافظات الغربية التمهيدي. ونجح الفريق في تقديم عروض ونتائج قوية قادته إلى احتلال المرتبة السادسة، بعد أن حقق الفريق 8 انتصارات وسجل التعادل في 7 مباريات، حيث تفوق على فرق النهضة بسبها ذهابا وإيابا، وعلى الوحدة ذهابا وإيابا، وعلى دارنس، وعلى أهل سبها، وعلى المدينة، وعلى الهلال. وسجل أكبر نتائجه في الموسم على حساب أهل سبها، حيث انفرد بالرقم القياسي في إحراز عدد الأهداف في مباراة واحدة، حين تفوق على فريق أهل سبها بنتيجة 11 هدفا مقابل هدف واحد. وكان من أبرز نجوم الفريق وقتها الحارس العملاق محمد مفتاح، الذي اختير ليكون حارسا للمنتخب الليبي في أول ظهور له في تصفيات كأس العالم أمام إثيوبيا. ورحل عن دنيانا الفانية مبكرا في صيف عام 1972 من جيل بداية السبعينات محمد المريمي وحسين شريف ومحمد حميدة وسعد الله الصواعي حارس المرمى وسالم الحجاجي وفتح البارودي، كما لعب ضمن صفوفه العديد من نجوم الكرة البارزين أمثال حسين منصور وبدر العقوري. واصل الفريق ظهوره المتميز خلال مواسم السبعينيات، حيث أصبح يلعب باسم فريق الشرطة، حيث
حيث شارك في جميع مواسم السبعينيات، واستهل مشاركته في دور الجمهورية موسم 70-71-900 الذي أقيم بمشاركة 11 فريقا ونال المرتبة الخامسة، وهو أفضل ترتيب يحرزه الفريق بعد أن سجل الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات. وشارك الفريق في جميع مواسم السبعينيات باسم فريق الشرطة ثم باسم فريق اتحاد الشرطة. بعد منتصف السبعينيات توارى الفريق عن دور الأضواء وتوقف عن مزاولة نشاطه حتى منتصف الثمانينيات، حيث أصبح يحمل اسم نادي الأمن الشعبي. وشارك الفريق في بطولة دور الدرجة الثانية وعاد إلى دور الأضواء بعد غياب طويل في موسم 91-92-900 باسم فريق الشرطة، وبقي موسم واحد ثم هبط الفريق إلى دور الدرجة الأدنى، وعاد من جديد في موسم 2008-2009 باسم اتحاد الشرطة ليغادر المسابقة الممتازة باسم اتحاد الشرطة، وهو آخر ظهور للفريق في دور الأضواء. تميز الفريق بتقديمه لعدد من حراس المرمى البارزين، حيث قدم لمنتخباتنا الدولية 4 حراس مرمى، وهم عامر سرتاوي في فترة الستينيات، ومحمد مفتاح، وسعد الله الصويعي، وعبد الناصر المصراتي الذي شارك مع منتخبنا الوطني لأول مرة في مباراته أمام منتخب ملاوي في دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر عام 78. كما مثل الفريق كرة القدم الليبية في عدد من البطولات الدولية، وكان للفريق مشاركات دولية عربية بارزة في بطولات الشرطة الدولية لفرق المغرب العربي الدولية، حيث شارك لأول مرة في بطولة المغرب العربي للشرطة بالمغرب وفي تونس، ودورة الإجلاء الدولية للشرطة بسوريا عام 1971، وبطولة المغرب العربي للشرطة بالجزائر عام 1975، والبطولة العربية الأولى للشرطة بسوريا عام 1978، والبطولة العربية للشرطة بليبيا عام 1988. واستعان في هذه المشاركة بنجوم المنتخب الوطني الذين لعبوا باسم وتحت راية منتخب الشرطة الليبي في هذه الدورة الودية الدولية، أمثال حارس المرمى مصباح شنقب وعلي البشاري وفوزي العساوي وجمال بنوارة وسليم بجراد و عز الدين بيزان. كما لعب باسم الفريق العديد من نجوم الكرة الليبية خلال فترة الستينيات ومطلع السبعينيات خلال مشاركته الدولية، أمثال أحمد لحول ورجب لحول ومختار الجفايري وعلي البسكي. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. Ravenol, the lifeblood of your car.